يمثل شهر أكتوبر فرصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفي المدينة المنورة يستقبل فرع وزارة الصحة الفئات المستهدفة بحملات توعوية وبرامج وقائية. نحرص على تقديم خدمات التوعية الصحية الميدانية من قبل فرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة لرفع الوعي المجتمعي لدى النساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي. يؤدي الاكتشاف المبكر لعلاج المصابة بسرطان الثدي بنسبة تفوق 90% بإذن الله تعالى. يعد الكشف المبكر أحد أهم الأسلحة في مواجهة هذا المرض وفرصة للشفاء بنسبة تصل إلى 95%. احنا حاليا في شهر اكتوبر للتوعيه بسرطان الثدي، فاليوم احنا في تدشين الحمله، واحنا دائما نطرح والهدف الاساسي من الحمله هو التثقيف والتوعيه. طبعا قبل الاصابه بالمرض احنا دائما نوجه السيدات بانهم يتجنبون اسباب الاصابه، فعشان كذا دائما احنا بنحرص على الغذاء السليم، الرياضه السليمه. طبعا احنا ننصح السيدات باجراء الفحص المبكر عن طريق جهاز الماموجرام. هذا الجهاز عباره عن تصوير بالاشعه السينيه، كميه الاشعه جدا ضئيله لا تذكر، الألام جدا بسيطة ومحتملة، لكن هذا الفحص يتم إجراءه في الحالات النتائج السلبية كل عامين، وفي حال لا سمح الله هناك وجود مثلا تاريخ عائلي من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يتم إعادة الفحص لهم بصورة دورية حتى يتم الكشف بطريقة مبكرة، وممكن أحيانا نحتاج في بعض الفحوصات الأخرى. وسط جهود المملكة الكبيرة في كل ما يتعلق بصحة الإنسان، يأتي الشهر الوردي بالأدوات الطبية والإمكانات البشرية كافة لتقديم الفحوصات المجانية وزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر. الإخبارية فدوى طبقاني، المدينة المنورة.